السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. اللجنة الخاصة بمتابعة نتائج الحوار السياسي تعقد اجتماعا تشاوريا قبل عرض التعديلات الدستورية على البرلمان. لقاء في العاصمة نواكشوط بين رئيس البرلمان العربي ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. السنغال تستقبل مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية الغامبية إلى حين حلول موعد تنصيبه الرسمي رئيسا للبلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت اللجنة الخاصة بمتابعة نتائج الحوار السياسي اجتماعا بقصر المؤتمرات في نواكشوط السابعة قبل عرض التعديلات على مؤتمر برلماني يرتقب عقده شهر فبراير القادم. ويأتي عقد اللجنة مشاوراتها بعد أزيد من شهرين ونصف على ختام أعمال الحوار السياسي الذي قطعه المنتدى وبعض الأحزاب السياسية الأخرى من بينها حزب تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي إيناد. التفاصيل في هذا التقرير. اللجنة الخاصة بمتابعة نتائج الحوار السياسي تجري مشاورات في قصر المؤتمرات بنواكشوط قبل التعديلات الدستورية المرتقب عرضها على مؤتمر برلماني سينعقد شهر فبراير القادم. مشاورات تأتي بعد أزيد من شهرين ونصف على ختام أعمال الحوار السياسي الذي قاطعه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وبعض الأحزاب السياسية الأخرى من بينها حزب تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي إيناد. وقد خرج الحوار بمخرجات عديدة تنص على إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، إضافة إلى تغيير للعلم والنشيد وإلغاء لمجلس الشيوخ. وهي المخرجات التي قال الوزير الأول يحيى الحدمين خلال مثوله قبل أيام أمام الجمعية الوطنية لتقديم حصيلة إنجاز الحكومة خلال سنة 2016، إنها ستسهم في إعادة تأسيس الديمقراطية وإصلاحها من خلال الإصلاحات المؤسسية والدستورية التي ينص عليها الاتفاق المتوج لأعمال الحوار. غير أن الأطراف المقاطعة للحوار تعتبره أحاديا وتصف نتائجه بغير التوافقية، كما تؤكد رفضها لإجراء أي تعديل دستوري في الوقت الحالي. ويؤكد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أنه سينظم حراكا مناهضا للتعديلات الدستورية سيشمل العاصمة نواكشوط وبعض مدن الداخل للتحسيس بمضامين الحوار، خصوصا فيما يتعلق بالعلم والنشيد الذي يعتبره جزءا من هوية الوطني ينبغي الحفاظ عليه. ويعبر المنتدى في الوقت ذاته عن الاستعداد لما يسميه الحوار الوطني الجاد والمسؤول، الذي من شأنه إخراج البلاد مما يعتبرها أزمات مختلفة يعاني منها. أكد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة خلال مهرجان نظمه في العاصمة نواكشوط رفضه لإجراء أي تعديل دستوري، مضيفا أن نتائج الحوار الوطني الأخير ليست توافقية. وقال قادة المنتدى أن البلاد تعاني أزمات متعددة انعكست سلبا على الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا ينظم أول نشاطاته الجماهيرية بتجمع شعبي في مقاطعة السبخة. المنتدى دعا إلى التعبئة والنضال والوقوف في وجه ما سماها مناورات السلطة الرامية إلى تمرير التعديلات الدستورية المرفوضة. وهو التجمعات اللي أولهم اللي معدلين اليوم هدفهم أساسي عندنا نتكلموا عن على وعلى ظروف المعيشية للجماهير. ثم تعرفوا كاملين عنكم الظروف اللي عايشين فيها، عن ظروف سيئة إلى أقصى درجة، والناس كاملة ما يسوي حد ما قالوا عن الوضع، ما تليق دين صبر بهاش به. أولا الأسعار ما تلاقي قد ينطاقوا كل مرة، ما تلاقي حد قد يشري. قادة أكبر ائتلاف معارض قالوا إن الأزمة التي تعانيها موريتانيا على كافة الصعد انعكست سلبا على حياة المواطن العادي الذي يعيش غلاء في الأسعار غير مسبوق وفق تعبيرهم. نختار نقول نشدد على الوحدة الوطنية
الوحدة الوطنية أساسية، وبدونها ما لا يتخلق موريتاني، وموريتاني ما تصيب عن شخص واحد منها. ويا ريتنا نتموا متوحدين ونواجهوا قرصنة النظام بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي. هذا هو اللي موصي عليه المنتدى وساعي فيه، وانتم اهلا له ودوروا تلبوه باذن الله. نقول لكم عن بالفعل بان موريتان بانها شهدت العصور الماضيه كثير من المشاكل، وذيك المشاكل شكينا عن بان لا قد نستطاع وبدنا نتغلبوا عليها. يا غير جانا نظام عبد العزيز، ولا لله نذكر نقطه واحده من المشاكل اللي كانوا عادوا منها موريتان، ما لحقتوا نظام عبد العزيز نعات الشد وطن. نتكلم اولا ايش ينقال الوحده الوطنيه. الهويه بالنسبه للوحده الوطنيه، المشاكل اللي كانت مطروحه قد تؤون بين مكونات شعبها بانها تكبر وتعمق. هذا وقد تعهد قاده المنتدى باطلاق برنامج تعبوي خلال الشهر الجاري يتضمن تجمعا شعبيا في نواكشوط الشماليه يوم 21 يناير، وآخر في نواكشوط الجنوبية يوم 18 من نفس الشهر. التقى رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد ولوحم رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي في المقر المركزي للحزب بنواكشوط في إطار الزيارة التي يؤديها السلمي للعاصمة. وتطرق النقاش في جانب منه لمجالات عمل البرلمان العربي في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك. يقوم اليوم بدور مؤثر وفاعل في الساحة العربية من خلال النظام الأساسي البرلمان العربي، وأيضا من خلال اللجان الأربعة التي تعمل في البرلمان العربي، ليلة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي العربي، وليلة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وليلة الشؤون المالية والاقتصادية، وليلة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإعلامية والمرأة والشباب. أنا سعيد جدا أن أكون في موريتانيا هنا لمقابلة فخامة الرئيس ولمقابلة المسؤولين هنا في الجمهورية، ولأحمل دعوة من البرلمان العربي لفخامة الرئيس بحكم رئاسته لمجلس القمة العربية في الدورة الحالية. هذه الدعوة إن شاء الله سوف تكون في 18 في فبراير في مقر جامعة الدول العربية لافتتاح مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية. استقبلت السنغال مرشح المعارضة الغامبية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة آدما بارو، حيث سيبقى في دكار إلى حين حلول موعد تنصيبه في 19 من شهر يناير الجاري. ويأتي استقبال السنغال للرئيس الغامبي للمنتخب إثر طلب تقدمت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بعد لقاء وفد وساطتها الرئيس المنتهي ولايته يحيى جامي ببانجول. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. سنغال تستقبل المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الغامبية آدما بارو إلى حين حلول موعد تنصيبه المحدد في 19 من شهر يناير الجاري. جاء ذلك بعد قبول الرئيس السنغالي طلب استقبال بارو المقدم من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على هامش المشاركة في القمة الفرنسية الإفريقية 27 المنظمة بالعاصمة المالية باموكو. وكانت رئيس المجموعة إيلين جونسون قد التقت الرئيس الغامبي المنتهية ولاية حجامي في العاصمة بانجول قبل أن ترافق بارو إلى قمة فرنسا إفريقيا، حيث التقى عددا من القادة المشاركين فيها. وكان بارو قد دعا قبل أيام جامع إلى حوار مباشر لتجاوز الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد جراء عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية. وأكد بارو في تصريحات إعلامية أدلى بها أيام قبل مغادرته بانجول أنه سينصب رئيسا للبلاد في 19 يناير رغم عدم اعتراف جامع بالنتائج. الرئيس المنتهية ولايته كان قد أعلن عن تعيين الأمين العام للحكومة وسيطا في الأزمة السياسية بالبلاد، ودعا إلى وضع مشروع عفو عام يقدم للبرلمان من أجل المصادقات عليه يضمن العيش بأمن وسلام وفق ما صرح به.
وقد صادق البرلمان النيجيري يومين قبل استقبال بانجول وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على منح جامع حق اللجوء السياسي بنيجيريا مقابل تسليم السلطة لمرشح المعارضة الفائز في الاقتراع. كانت السنغال قد استقبلت قبل أسابيع رئيس لجنة الانتخابات الغامبية أليو مومار نجاي الذي لجأ إليها بعد تعرضه لتهديد بالقتل إثر إعلانه فوز مرشح المعارضة في الانتخابات التي كان يسعى من خلالها جامع إلى العبور نحو مأمورية خامسة. يشارك في النسخة 31 لبطولة الأمم الإفريقية المنظمة في الغابون 16 فريقا، يتراوح عدد مشاركاتها في البطولات الإفريقية بين مشاركة واحدة و23 مشاركة. ويعتبر المنتخب المصري أكثر المنتخبات مشاركة في كأس أمم إفريقيا وتتويجا بالبطولة. نتابع. نظمت شبكة الصحفيات الموريتانية دورة تكوين لصالح طلاب قسم علوم الإعلام وتقنيات الاتصال بجامعة العلوم الإسلامية في مدينة العيون. وتتضمن مجالات التكوين المنظم بالتعاون مع الجامعة إعداد التقارير الإذاعية والتلفزيونية وأسس التصوير والمونتاج. يأتي هذا التكوين لدعم قدرات طلبة قسم علوم الإعلام وتقنيات الاتصال بجامعة العلوم الإسلامية بالعيون عبر تمكينهم من الآليات الضرورية في مجال إعداد التقارير الإذاعية والتلفزيونية من خلال الأعمال التطبيقية، كما ستمكنهم الدورة من التعرف على أسس التصوير والمونتاج ونقل تجارب وخبرات الإعلاميين في الميدان إلى الطلبة من خلال هذا النوع من الدورات التكوينية. إلى الشأن الفلسطيني، حيث انطلقت بالعاصمة الروسية موسكو أعمال النسخة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني حول المصالحة بمشاركة 8 فصائل فلسطينية. ويسعى المؤتمر المنظم بدعوة من معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم إلى بحث آليات من شأنها إنهاء الانقسام الفلسطيني الحاصل. التفاصيل في هذا التقرير. بدعوة من معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم، انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني حول المصالحة في العاصمة موسكو بمشاركة 8 فصائل فلسطينية تبحث سبل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. جدول أعمال المؤتمر يشمل عقد لقاء بين الفصائل الفلسطينية المشاركة وبين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ابتغاء فتح ملفات تباحث تتعلق بمواضيع من بينها ملف المصالحة الوطنية.
وكان مدير معهد الدراسات الروسي البروفيسور فيتالين عمكين قد استبق انطلاقة المؤتمر بتصريحات صحفية قال فيها إننا سنجري على أرضية معهد الدراسات الشرقية لقاء بين الفصائل الفلسطينية في موسكو من 15 وحتى 17 كانون الثاني الجاري، وسيكون اجتماعا غير رسمي، لكن سيأتي إلى هنا 8 من قادة الفصائل والمنظمات الفلسطينية التي ستناقش مسائل التغلب على الانقسام الداخلي الفلسطيني. رياح التلبية حملت أمس على بساط المشاركة وفدا من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة عضو المكتب السياسي بالحركة موسى أبو مرزوق بعد تصريحات سابقة أوضح من خلالها المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن وفد الحركة سيشارك في مؤتمر حول القضية الفلسطينية ينظمه مركز أبحاث روسي، ويلتقي على هامش مشاركته فيه وزير الخارجية الروسي، وذلك للتباحث في عدة أمور حول القضية الفلسطينية والمصالحة الوطنية. ممثل حماس في المؤتمر موسى أبو مرزوق بيّن أن الحوار الوطني الفلسطيني حول المصالحة المنظمة بالعاصمة الروسية يأتي استكمالا للحوارات السابقة في الدوحة والقاهرة وغيرها من المحطات، مؤكدا على ضرورة السعي لإنهاء ما سماه الحالة الشاذة في الشعب الفلسطيني لصالح وحدة حقيقية، مردفا أنه لا يجوز حينما يدعو أي طرف من الأطراف لمساعدة الشعب الفلسطيني في تجاوز الانقسام أن يتغيب أحد، لأن هذه مصلحة مطلقة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. من جانب آخر، نقلت مصادر إعلامية عن سفير فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل قوله إن مؤتمر المصالحة المنعقد بالعاصمة الروسية سيكون فرصة لبحث تفاهمات بيروت المتعلقة بالمجلس الوطني وملف إنهاء الانقسام، مشيرا إلى محورية الدور الروسي في ظل تغيرات العالمية في السياسة الأوروبية والأمريكية. الوحدة أكيد هي الحل. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. اللجنة الخاصة بمتابعة نتائج الحوار السياسي تعقد اجتماعا تشاوريا قبل عرض التعديلات الدستورية على البرلمان. لقاء في العاصمة نوكشوط بين رئيس البرلمان العربي ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكمة. السنغال تستقبل مرشح المعارضة الغامبية الفائز في الانتخابات الرئاسية إلى حين حلول موعد تنصيبه الرسمي رئيسا للبلاد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز أخباري بحول الله. السلام عليكم.